حياك الله يا سالم. صبحة بالخير. صبحك الله بالنور يا هلا وسهلا. ما شاء الله الجو حليو. ما يحتاج. عساك نمت زين. اوه. من ناحية النوم فالنومة طيبة. الحمد لله. لكن تدري وش المشكلة؟ وش المشكلة؟ المشكلة ان بعض الناس ما يدرون ان الذيب ينام بنص عين. ولا لا يا ناصر؟ توكل على الله واكلم موابي حاله. ابشر يا سلام. عسى ما شر يا سلام. اسمعني يا أواب، انا ما جيت بهالمكان عشان انغدر. من اللي غدر فيك؟ أنت أخبر يا أواب. اسمعني، عقل خويك. بأمان الله. سالم، من اللي غدر فيك؟ بأمان الله يا أواب.